بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أبناء الجمهورية اليمنية، هذا أبناء الجمهورية اليمنية في صحراء الجوف ومارب، حيث قد قاموا طقم مكون من 6 أشخاص مسلحين، أخذوا أموالنا وذخراتنا وشناطنا ورمونا في الصحراء بدون أكل بدون شرب بدون أي شيء. أخذوا مننا ما يقارب 20,000 سعودي وأغراضنا الأغراض بحدود 50,000 ريال ونقدا بحدود 25,000 ريال، ولم يتركوا لنا حتى ما نشرب. تركونا في الصحراء وأخذوا الباص وتركونا في الصحراء، وهذه الصحراء أخواني ما فيها ما بين المارب والجوف. واحنا ركبنا مع شركة البراق من الرياض إلى صنعاء، فوصلنا إلى الوديعة أو إلى العبر، وصلنا إلى العبر جابوا لنا باص على مسؤوليتهم وركبونا وصلنا للصحراء. والباص ما نعرف، وراعي الباص ما نعرف ايش، ولا الحين في الصحراء احنا لا معنا لا اكل ولا شرب ولا نمتلك ريال واحد ولا ريال. تاريخ اليوم الله المستعان، تاريخ اليوم الجزمات ما فيش، الجزمات ما فيش، السندان ما في الا ذا. تاريخ اليوم 9 اكتوبر الجمعة 9 اكتوبر، سرقونا الساعة 2 نص الفجر. احنا شباب والله في الصحراء ما ندري هنعيش او هنموت، بين مارب والجوف 11 شخص، واللي قطعوا علينا 6 مسلحين ويلبسوا الزي العسكري تابع للشرعية. اخذ كل ما نملك واخذوا كل شيء علينا. سلامتكم.